بدي أتمنى بهذا اليوم أنه الحب يملى الدنيا ونلغي الحقد من قلوب العالم والحروب من قلوب الناس. وهي أحلى وردة لكل بيحبوني. بقلها أكيد بحبها لكولات وبحب عائلتي اللي هن صاروا الأساس بحياتي واللي هن مصدر الراحة والطمأنينة. لما بلغوني بولادة بنتي ماريتا كانت أول ولد، فبالنسبة لي كان من أسعد الأيام. يوم نجاحي باستديو الفن بسنة 88 ابتديت هذا المشوار الطويل، يعني هو مشوار الفن اللي هو مازال لغاية اليوم بشتغل عليه بشغف وحب وبعطي من قلبي، وكأنه أنا اليوم مبلش. أول شيء الصبر. وليد بما أنه شاب صغير دايماً عنده هيدي الحاح وكل شيء بده إياه بسرعة، بقول له دايماً بي لازم تنطر. يعني أنا مثلاً تخرجت بسنة 88 لانشهرت لانتشرت عربياً يمكن لل 94-95، ولكن ابتدينا شوي شوي، فدايما بقول له انه لازم خطوة خطوة. ونفس الشيء بقول لماريتا. عم تدرس بكوردون بلو، عم تعمل شيف، وهلا عم تعمل خلصت ماستر بإدارة الأعمال، وهلا عم تعمل عم تدرس مانجمنت كمان. فبدي اقول له الله يوفقها. ثلاثتهم يعني قطعة من قلبي، شو بدي اقول عن ثلاثة يعني.